أهلا بكم في برنامجكم صوتكم صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين إن كان عبر الهاتف أو من خلال تفاعلكم على منصات التواصل الاجتماعي حول أبرز الأحداث على الساحة العراقية. يمكنكم المشاركة معنا عبر الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة أو من خلال رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. نبدأ أول ملفاتنا مع الاعتداءات التي يتعرض لها الخريجون في العراق والوعود الحكومية بحل مشكلاتهم، إذ تعرض الخريجون التربويون من المحاضرين المجانيين إلى الضرب والملاحقة والتهديد بالاعتقال بعد اعتراضهم على العناوين الوظيفية والتلاعب والتزوير من قبل تربية ميسان كما قالوا. ونظموا أمام مقر التربية وقفة احتجاجية بمشاركة ذويهم، وحمل الخريجون اللجنة القانونية في دائرة تربية ميسان مسؤولية ما حصل لهم من مظلومية. دعونا نشاهد جانبا من وقفتهم التي انتهت بتفريقها بالقوة من قبل القوات الحكومية. وفي غضون ذلك، تعرض ممثل المحاضرين في ميسان أنور كاظم للضرب المبرح على يد القوات الحكومية قبل أن ينقل إلى المستشفى لتلقي العلاج في مشهد يبين استهانة تلك القوات بالأصوات المطالبة بحقوقها والتنكيل بكل من يحاول استرداد حقه المسلوب، كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. فلنتابع. ومن ميسان إلى الديوانية مركز محافظة القادسية، المشهد لم يختلف كثيرا هناك، إذ أظهرت صور لحظة الاعتداء على الخريجين التربويين والإداريين من ملحق عام 2019، والذين طالبوا بتخصيص درجات وظيفية لهم بصفة عقود. دعونا نشاهد قبل استعراض التعليقات. شوف الله اكبر الله اكبر، هاي ويقول لك طلب حقوقك بهذا البلد التعبان. الله اكبر. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه اللقطات. ابو حسن العزاوي علق على فيسبوك وقال: المهندس محمد الشاع السوداني، شوف بعيونك ايش جاي يصير بالخريج، انت مو قلت انا ويا الشعب ويا كل مظلوم، ليش ساكت على الجاي يصير بالخريج؟ ياسر طارق يقول: الحقد اللي شايل هذا النقيب على الخريجين ما صاير، ومع الأسف هكذا رتبة
تكون عند هكذا أشخاص. عباس شهيد يقول الله يرضاها عبادة الخريجين نطالب بحقنا، يركضون ورانا مسوين جريمة، حقنا وتعبنا طول هاي السنين، تعب وسهر ومصاريف وتاليتنا هيج. يقول حسبنا الله ونعم الوكيل. المحامي أحمد عزيز يقول نحن مع إخوتنا المحاضرين ولا نقبل بأي اعتداء على كيانهم كونهم شريحة مهمة في المجتمع. معنا اتصال عبد الرزاق من بابل. عبد الرزاق، تستمر المطالبات بتوفير الدرجات الوظيفية وتستمر كذلك الاعتداءات من قبل القوات الحكومية على الخريجين، كيف ممكن أن نقرأ هذا الموضوع؟ أهلا بك. حياك الله دكتور عمر. حياك الله يا أهلا بك دكتور عمر. نعم. أنت حتما سامع المثل العراقي اللي يقول لك فوق حقه دقة. نعم. للأسف الشديد يعني إحنا الخريجين والطلبة اللي خرجوا من الكليات هذا يكون مصيرهم. نعم. يعني بدل ما الخريج يتخرج من الجامعة مالته يكون يلقى الوظيفة مالته حتى يساعد نفسه ويساعد عائلته بنفس الوقت، لكنه للأسف الشديد بتأثير الصندوق النقدي الدولي وبسبب الحكومات اللي تمتلك مصير العراقيين، شوف المواطن العراقي ما يلجأ حقه. واللي أخشى ما أخشى يا دكتور عمر هو خلق الفجوة بين المواطن العراقي وبين القوى الأمن. يعني أنا جاي أشوف يردون يخلقون نوع من الكراهية بين القوات الأمنية والمواطنين بسبب يعني ضربهم للمواطنين اللي مطالبين بحقوقهم. نعم. فأتمنى على القوات الأمنية اللي هي يعني فخرنا صراحة، فأفخر كل مواطن عراقي من جيش شرطة مخابرات استخبارات غيرها من القوى الأمنية، هي محل احترام كل مواطن عراقي. فاللي نرجو من عندهم أن لا يتجاوزون على أخوتهم بهذا الوطن، لأنه هذول الناس طالعين يطالبون بحقوقهم، يطالبون بالمكتسبات اللي يرجوها، فهم ما رايدين شيء، ولا متجاوزين على الدولة ولا متجاوزين على أي مكتسب للدولة أو دائرة راجعة للدولة، هم يطالبون بحقوقهم. فعلى الأخوة بالأجهزة الأمنية أن يراعون حقوق المواطنين وأن لا يتجاوزون عليهم بالضرب، لأنه هذا يقلل من شأنهم ويقلل من قيمتهم. نعم. كل مواطن عراقي. نعم. تحياتي لك دكتور. نعم. تحياتي لك. شكرا، شكرا لك أخي عبد الرزاق من بابل كان معنا. دعونا نذهب إلى موضوع آخر، حيث أثارت الاعتداءات الأخيرة ضد الصيادين العراقيين في مياه إقليمية بمحافظة البصرة حفظت الكثير من المنظمات والنقابات المعنية بحقوق الصياد العراقي، والتي بدورها حملت السلطات الحكومية مسؤولية التخلي عن الصيادين في المياه الإقليمية العراقية وتركهم عرضة لاستهداف خفر سواحل دول الجوار. وتتعرض مجاميع من الصيادين لمضايقة متواصلة من خفر السواحل الكويتي والإيراني أثناء إبحارهم في المياه الإقليمية العراقية والقنوات الملاحية المشتركة. دعونا نشاهد هذه اللقطات الحديثة التي بثها صيادون عراقيون لعملية ملاحقتهم من قبل خفر السواحل الكويتي على الرغم من ممارستهم للصيد في مياه العراق الإقليمية، فلنتابع. طبعا تساءل عراقيون عن موضوع السيادة في
العراق. طبعا ذكر بيان للنقابة البحرية العراقية وطلعت عليه قناة الرافدين على نسخة منه بأن خفر السواحل الكويتي أطلق عدة عيارات نارية باتجاه مجموعة من الصيادين العراقيين يعملون في البحر لكسب قوتهم اليومي من الصيد في شط العرب. وأضافت النقابة بأن حياة الصيادين عرضة لخطر الموت جراء الاعتداءات المستمرة، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات وضرورة تطبيق القوانين والأعراف الدولية بحق المعتدين. وعبر نقيب البحريين العراقيين باسم محمد علي المطوري كما جاء في البيان الذي سوف نتابعه الآن، هذا البيان من نقابة البحريين العراقيين، جاء بأنه على بأنه هناك اعتداء حصل من قبل خفر السواحل الكويتي على الصيادين الذين يعملون في البحر، مشيرا إلى أنها ليست الحادثة الأولى ولا الأخيرة، فيما زالت القوات الكويتية تتجاوز القوانين وتعتدي على الصياد العراقي دون رقيب وحصيب. طالب المنظمة البحرية العالمية والاتحاد الدولي لعمال النقل والأمم المتحدة والمجتمع الدولي وجامعة الدول العربية باستنكار هذا الفعل، وحث الجانب الكويتي على احترام حقوق الإنسان والأعراف الدولية المنصوص عليها في كل اللوائح والأنظمة والقوانين التي شرعتها الجهات المعنية بين الدول المتشاطية. هذا هو البيان. دعونا نشاهد معا كيف تفاعل العراقيون مع هذا الاعتداء ومع هذا البيان. دعونا نأخذ بعض من التعليقات. أحمد العراقي يقول: وقت صار العراق هيك بظل الأحزاب العميلة. خالد صالح يقول: وأنتم ماذا فاعلين يا حكومتنا الضعيفة؟ خليتوا اليسوى والميسوى يهين بالعراق. ضياء يقول: بسبب حكم أحزاب الفشل والفساد ما بقت هيبة للعراق. مرتضى القيصر يقول: إذا كان تعدي حدود مقصود أو غير وجب التحذير أو الاعتقال وليس التهجم بالرصاص الحي. يقول: هذه ليست حرب. نعم، معنا اتصال. أبو أحمد من بريطانيا. أبو أحمد، تتكرر هذه الحوادث، حوادث الاعتداء والاعتقال على الصيادين العراقيين، يعني مثل ما قال أحد المعلقين على فيسبوك، قال: إذا كان هو اعتداء فيجب التحذير وليس إطلاق الرصاص، وليش ما تقوم الجهات الحكومية المعنية بالتشاور بوضع يعني آلية مع الدول المتشاطئة مع العراق، إن كان إيران أو الكويت، لوضع حد لهذه الظاهرة اللي تتكرر بين فترة وأخرى. ورحب بك معنا أبو أحمد من بريطانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا دكتور عمر. هو لازم يصير اتفاقيات، يعني دائما يأكدون عليه، اتفاقيات شاطئية، اتفاقيات مائية بين الدول المتجاورة، حول هاي لك هاي لي، انتهى الموضوع. بس هي المشكلة ماكو اعتراف بحكومتك، هاي المصيبة. يعني أنا ولو تعذرني حتى مسألة المحاضرين اللي دي يطلعون، أخي جمعوا أصواتكم كلكم، اجتمعوا، نظموا تنظيم حلو عن طريق محامي، عن طريق جهة قدموها، لأنه أنت تتعامل ويا جهة هي أصلا فوضوية بالدرجة الرئيسية. أنا بس إذا تسمح لي، كنت مريض ما قلت أعلق على فد موضوع سابق، تسمح لي لو لا. لا بأس طهور، ما عندك العافية. تفضل أبو أحمد تفضل. إي أنا قبل فترة واحد اتصل من مدينة محافظة يحكي على الحشد الشعبي، قل له: أخي أنت بدلا ما تحكي بالحشد الشعبي احكي بالجيش العراقي، احكي بالشرطة العراقية. الحشد الشعبي يا أخي دخل فترة من الزمن تم تأسيسه لمحاربة داعش وانتهت هاي الفترة. هو أنا ما أبغى أكلب سلطة داخل سلطة في هذا البلد، يعني مصير الفوضى مستمرة في هذا الموضوع. يعني أنت تشجع على وجود أكثر من جهة، يعني أنا أعرف، ولو تسمح لي دكتور عمر. نعم تفضل. يعني أكو جيش، أنا أعرف الجيش هو يحمي الوطن من الاعتداءات الخارجية مربوط مع الاستخبارات، وأكو شرطة تحمي الوطن من الاعتداءات الداخلية ومربوطة مع الأمن والمخابرات. بعد حشد شعبي وإنت حضرتك أبو فلان زار فلان شعلي، يعني ما إلا سميات هذه تقبل أنه أنت في دائرة واحدة أكثر من مدير؟ ما يصير. يعني فلذلك إحنا نريد ندعو إلى دولة مؤسسات حقيقية، دولة نظامية. ولو أنا دولة ما أتأمل من عندهم خير دكتور عمر، لأنه دولة ما جايين يريد يخدموا البلد، لأنه بدل يعني يطلعوا لي الآن البلوغرية
هو طلع ذول الحراميه اللي باقوا فلوس الشعب، يتا يا فاق زيدان طلع ذول اللي باقوا فلوس الشعب جيبهم واحد واحد. انا ما اطول عليك، اعتذر كنت مريض، كان يعجبني اعلق على هذه الامور. ما عندك الا العافيه، ما عندك الا العافيه ابو احمد. الله يحفظك حبيبي. الله يسلمك. الله يحفظك. اشكرك ابو احمد من بريطانيا كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، وناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد بكل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الخارجية الحالية في العراق عن ارتفاع الضحايا العراقيين جراء زلزال تركيا إلى 11 شخصا. وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف بأن 11 عراقيا توفوا جراء الزلزال الذي ضرب مناطق جنوب تركيا. ودعا الصحاف الجالية العراقية في سوريا وتركيا إلى الإبلاغ عن أي معلومات تفيد بوقوع ضحايا ومفقودين عراقيين وعبر الأرقام المخصصة لذلك. في غضون ذلك أظهر مقطع مصور تناقله عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي لعائلات عراقية في محافظة أورفا التركية، وهي تقطن في خيام مؤقتة تفتقر لأقل متطلبات الحياة بعد تهدم مساكنها جراء الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب التركي. وفي ظل التجاهل الحكومي للرعايا العراقيين المتضررين في تركيا كما قال عراقيون على منصات التواصل الاجتماعي. فلنتابع. ونبقى مع العوائل العراقية التي تضررت جراء الزلزال في تركيا. وانتقد ناشطون الوضع الحالي المزري للعراقيين العالقين في تلك المدن المنكوبة جراء الزلزال، محملين الحكومات المتعاقبة مسؤولية اضطرار العراقيين للهجرة خارج البلاد هربا من الأوضاع الأمنية والاقتصادية وبطش الميليشيات. وأظهرت صور متداولة عائلات مع أطفالهم وهم يقيمون بالعراء بعد أن افترشوا الأرض على خلفية انهيار منازلهم
في مشهد يبين الحال المزري لهذه العائلات العراقية، فلنتابع. هنا ما عندهم حتى خيام واكو بطاطين وصفتين فقط. كم عائلته هنا؟ عائلتين. ما عندهم هذا قاعدين بالشارع؟ عائلتين 12 نفر. هذا قاعدين بالشوارع؟ لا 11 شخص. كم شخص انتم هنا؟ احنا 12 وما حد جانا ولا حد انطانا برد ولا بطانيات ولا صوبه ولا كل شيء بالنسبه لنا. وماكو ما حد مر. لا سفاره لا شيء لا. لا سفاره ولا احد مر، ماكو حد يعني ولا حس على العين. هذا وتقيم في تركيا آلاف العائلات العراقية منذ السنوات، حيث استملك الكثير منهم مساكن واستأجروا بعدين خرجوا من العراق بحثا عن ملاذ آمن وهربا من الوضع في العراق. ونشرت سيدة عراقية تقيم في إحدى المدن التركية، نشرت الحكومة والسفارة العراقية إلى الإسراع بإيجاد حل لهم بعد أن اتخذوا من أحد المساجد مأوى لهم في ظل ظروف إنسانية صعبة، خصوصا لمن لا يملك الإقامة وجوازات السفر ممن فقدوها بعد الدمار الذي لحق بمنازلهم جراء الزلزال. فلنتابع. عيني شوفوا، السلام عليكم. احنا قاعدين بالجامع والله بالضيم حالنا، احنا العراقيين وحدنا والله، ما حد اجانا ولا حد سال علينا وما عندنا اقامات حتى نرجع للعراق، وهذا الجامع مفروس ترس بشر. شوفوا شلون بشر، شوفوا شلون، شوف العوائل، الناس فوق ناس، احنا وين نروح يعني؟ ما يصير هيك، ما حد سال علينا ولا حد قال انتوا وين ولا حد، ابد ابد ابد، ما واحد دق علينا وسال، اثنين ثلاثة موظفين سألوا، يعني ما يصير. احنا وين نروح؟ يلا علمونا يعني وين نروح؟ بيتنا كله تفطر، البيت مالنا متفطر كله، يعني وين نروح؟ اريد افتهم. يلا انتوا ما تديرون بال، ما حد داير لنا بال ابد ابد ابد، ولا حد سأل علينا. كل من ركب سيارته، اللي عنده سيارة كل من ركب سيارته ومشى وخلانا، يعني ما يصير. وين نروح احنا؟ كان الله في عونهم وفي عون جميع المتضررين من الزلزال في تركيا وفي سوريا. نذهب الى تفاعل الجمهور العراقي مع هذه المقاطع. يقول حسين رياض التميمي، يقول الله يكون بعونكم، شلون نقدر نساعدكم؟ احنا في انقره بيوتنا مفتوحه لكم. اما تبارك فتقول، خاله هم العراقيين بالعراق، ما حد مقلبهم وسائل عليهم، تريدون يسالون عليكم؟ تقول تبارك. اما خضر عبد الستار فيقول، هو العايش بالعراق الحكومه ما تسال عليه، النوب انتم. اما سيف فيقول، خلي يسالون علينا وبعدين يسالون عليكم، الله يكون بعونكم يا ربي بردا وسلامة. معنا اتصال أبو عمر من العاصمة بغداد. أبو عمر، يعني أزمة إنسانية مركبة حلت بالمنطقة في تركيا وفي سوريا، هناك عوائل عراقية كما شاهدنا في هذه المقاطع الثلاث يعانون جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وهذه الإمرأة تكلمت وقالت بأنه ما عندهم إقامات، ما حد وصلهم من السفارة ومن غير السفارة حتى يعطوهم مثلا مساعدات أو يقدر يرجعون إلى البلد. كيف تصف تحرك الحكومة أو كيف ترى تحرك الحكومة في العراق مع هذه الأزمة، وخاصة مع العوائل العراقية المقيمة في هذه المناطق المنكوبة؟ بالبداية حياك الله أستاذ عمر، وحيا الله قناة الرافدين البطلة. حياك الله يا أهلا بك. رحمة لجميع شهداء العراقيين إذا كانوا في سوريا وإذا كانوا في تركيا، والرحمة أيضا لشهداء تركيا وشهداء سوريا، والشفاء العاجل لجميع الجرحى اللي إذا أصابهم الزلزال. آمين يا رب العالمين. أستاذ عمر، إحنا بالنسبة نعرف العراقيين اللي بتركيا أو باقي الدول الأوروبية، سبب هجرتهم وسبب معاناتهم بالعراق وسبب سلطة الأحزاب اللي متابعتهم وسبب الحكومات الفازة اللي ما أعطت لهم أي تأيينات وما أعطت لهم أي وظائف وما أعطت لهم أي حقوق، فهاي الأسباب اللي خلت أبناء الشعب العراقي تهجر من بلده وتروح إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان وبحثا عن العمل، من أجل كرامتهم، من أجل احتفاظ عوائلهم، من أجل أن يكون لهم حياة كريمة وحياة سعيدة بعيدين عن ناسهم أهلهم في العراق. هذه الأمور اللي تعرف حكومات سلطة الأحزاب اللي حكمت العراق من 2003 لحد الآن،
يعرفون عدد المهجرين اللي كانوا عندنا بالعراق واللي تهجروا بسبب عمايلهم وبسبب سلطة الأحزاب بسبب السلاح المفلت اللي هم قاعدين لحد الآن اللي قاعدون مبنى الشعب العراقي يقتلونه. نعم. فالمفروض لو كان عندنا حكومة رئيس وزراء محمد شاع السوداني يعرف هاي الأسباب اللي صارت بسبب الله سبحانه وتعالى اللي صارت الزلازل في تركيا وفي سوريا، المفروض أن يكون إلى دورة، المفروض أن يكون إلى جانب من جانب الإنساني. نعم. اللي يدعي بهم إلى دفنهم يرجعهم إلى يعني نقدر نقول يرجعوهم إلى بغداد إلى مقابرهم اللي حيث أن يكون لهم أماكنهم إذا كان في النجف أو إذا كانت في بعض المناطق عندنا بالعراق. بس الأحياء يعني يعانون، يعني هاي الإمرأة اللي تقول لك ما وصلتنا مساعدات، إحنا قاعدين بأحد الجوامع وضعنا مزري. هاي المناشدات استاذ عمر لو كانت عندنا حكومه مثل ما قلت لك، لو كان عندنا حكومه عندنا ولاها وحبها للعراقيين، حبها اذا كان حتى وكان طفل بالخارج يريد المساعده لقدموا له مساعده. كل هاي الامور تعرفها حكومه سلطه الاحزاب وما تقدم لهم اي مساعده وما توصل لهم يد العون. عندنا النازحين، عندنا السجناء كثير من عندنا موجودين لحد الان كل واحد 8 سنين و10 سنين نازحين تحت الخيم، فما لهم لا حنيه ولا عندهم روح وطنيه ولا عندهم حب للعراقيين اللي هم عايشين ببغداد ومحافظاتنا اذا كانوا في اربيل واذا كانوا في الرمادي. كل هاي الناس اللي موجوده ما وصلت عندهم لا مساعدات، لا تقديم العون، لا في الشتاء لا في الصيف، اي مساعدات اللي تحميهم واللي تقيهم من الحر والبرد ما قدمت لهم. نعم. فكيف تقدم على الناس هم سبب هروبهم من العراق الى دول عربيه الى دول اوروبيه، فكيف تقدم لهم مساعدات تعرف هم المذنوبين وتعرف هم سبب هذه يعني الهزيمه من بلد الى بلد. نعم. فما تقدم لهم مساعدات. انا اشكرك ابو عمر من بغداد كان معنا. نذهب الى ملف الجواز العراقي، جواز السفر، حيث احتل العراق أو جواز سفر العراق المرتبة ما قبل الأخيرة بين أسوأ الجوازات العالمية بحسب شركة هينلي للاستشارات العالمية حول ترتيب الجوازات لدول العالم في الربع الأول من عام 2023. وبحسب جدول تصنيف الشركة حاز جواز السفر العراقي على المرتبة أو على المرتبة ما قبل الأخيرة بعدد 29 وجهة عالمية فقط، تليه جوازات سفر كل من سوريا وباكستان واليمن والصومال والنيبال والسلطة الفلسطينية وكوريا الشمالية. ووفقا لتقرير الشركة فإن أفغانستان تذيلت المؤشر مرة أخرى بواقع 27 وجهة فقط دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة. وعلى الرغم من تصدر الجواز العراقي لهذا الترتيب إلا أن عملية استخراجه تكاد تكون من أكثر المعاملات تعقيدا، حيث اشتكى أحد المواطنين العراقيين من حالة الفوضى في جوازات الكرادة بالعاصمة بغداد، وقال بأن المحسوبية تتفشى في هذه الدائرة وفي دوائر أخرى. دعونا نتابع. هذا السر المواطن العادي صار له ساعتين واقف، هذا السر مال المواطن ما يتحرك، هذا واقف، وهذا السر ناهي الواسطات، هذا السر ناهي الواسطات. طبعا في ذات السياق اشتكى ناشطون من قضاء القاسم في محافظة بابل من تأخر إنجاز طباعة جوازات السفر وتسليمها إلى المواطنين منذ فترة، على الرغم من الحاجة الملحة لسرعة الإنجاز لوجود نسبة كبيرة من المتقدمين على هذه الجوازات من أصحاب القضايا الإنسانية ممن يريدون العلاج خارج العراق. ونشد الناشطون مديرية الجوازات العامة ووزارة الداخلية بسرعة إيجاد حل لهذا الموضوع المعلق منذ فترة، فلنتابع. لدينا مشكلة كبيرة، وهذه المشكلة سببها وزارة الداخلية لأنها تتباطأ في تجهيز المديريات في الجوازات. عليه نوجه هذه الرسالة إلى المعنيين، إلى الشرفاء الذين عولنا عليهم في احتجاجاتنا السلمية، وحيث أننا نرصد أي تلفق في أي دائرة. نناشد مدير عام جنسية العراق اللواء المحترم رياض الكعبي ونقول له اسعى سعيك
في تجهيز الدوائر والمديريات بالجوازات اللازمة. اليوم أكثر من 11,000 جواز مطبوع وكامل ينتظر تجهيز، 8,000 في الحلة و3,000 في مدينة القاسم المقدسة. وفي هذه الجوازات يوجد أكثر من 1,000 حالة إنسانية تخص المرضى وذوي العلل والمستعصية الذين يحتاجون السفر إلى الخارج. وإلى تركيا، حيث يعاني العراقيون منذ نحو 3 أشهر من تأخر استلام جوازات السفر هناك بسبب عدم وجود دفاتر خام كما يقال لهم لطباعة المعاملات المنجزة. وتفاقمت معاناة أبناء الجالية لارتباط الأمر بموضوع إقاماتهم وتجديدها التي تحتاج إلى جواز نافذ وغير منتهي في وقت التزمت فيه السفارة العراقية في أنقرة والقنصلية العامة في إسطنبول الصمت دون توضيح أسباب التأخير الحاصل في طباعة الجوازات على الرغم من المناشدات المتكررة. دعونا نشاهد أحدى هذه المناشدات قبل الذهاب إلى تفاعل الجمهور العراقي على منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، فلنتابع. هذا سر نشرت تحذير للأخوة المقيمين في تركيا وجوازاتهم باقي لها 3 أشهر أو 4 أشهر تنتهي ويريد يجدد جوازه بالقنصلية في إسطنبول. إخواني المقيمين، حاليا دفاتر خام في القنصلية ماكو من شهر حوالي، هذا موضوع الأول. ثانيا الموضوع الثاني المهم هو أنه الجوازات في بغداد ماكو، قليلة شحة الجوازات بسبب أنه راح يغيرون الجواز من القديم إلى الجواز الجديد اللي شفتوه عرضته وزارة الداخلية أبو السيم كارد. فأنت إذا عندك تجديد وباقي فترة قصيرة على إقامتك، الأفضل تروح إلى بغداد، لا تعتمد أنه راح تجي الجوازات، لأن حاليا صار شهر يناشدون، وإحنا هم وياكم نناشد وزارة الداخلية ومديرية الجوازات، لأن المواطن هنا في تركيا المقيم إذا ما تجدد جوازه بالسرعة الممكنة راح يدخل في إيراد ومصرف وراح يدخل في رفض الإقامة مالته. طبعا إذا رفض الإقامة مالته بعد ما يحق له يقدم مرة أخرى، لأن الإقامات مسدودة مثل ما تدرون من يوم 10 شباط 2022 قرار وزارة الداخلية التركية ألغت التقديم لأول مرة. نذهب إلى تفاعل الجمهور العراقي حول موضوع الجواز العراقي ومعاناة المواطن العراقي في استصدار هذا الجواز. فؤاد يقول أصلاً ماكو جوازات خام في بغداد والناس تنتظر متى تستلم جوازاتها، والله الناس تعبت من هالوضع التعبان والحكومة لا تحل ولا تربط، والله صرت مضحك أمام الدول. سارة تقول العالم شنو ذنبها محبوسين هنا لا جوازات والإقامة خلصت. زياد يقول جوازات منجزة شو وقت تطبعوها، صار أشهر ماكو والإقامات راح تخلص. مروان العراقي يقول انطوا الناس جوازاتهم، عيب عليكم يومية جوازات غير منجزة وما تقولون ما عندنا دفاتر خام، الناس شنو ذنبها، راحت عليهم الدراسة والإقامات انتهت وحضرت جنابكم يومية جوازات غير منجزة. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا بك. أنا شارك معنا البرنامج مال هذا الحرمة تطلع تركيا يقول أنا حيد حق علينا، نحن هنا العراقيين ما حد يضحك علينا، يرحم روح جدك. نعم. أنا بالموصل على البلد شاهدنا الله شاهد. جاز ماكو ما يطلعنا كل شيء الله شاهد، وجبة ماكو. بيدينا العالم احنا بالموصل مو على التركي يعني ما حد يساعد فردنا ومنتهى ثاني. نعم. يعني بيدينا العالم السماش ما يخلونا ينزل على المية يصير مكسر، السماش يومية قرار جديد. الكويت اليوم وش تتخيلون العراقيين من هاي الحكومة وش يصير منها يعني هذه؟ وش تقدرون عليها؟ نعم. ما والله خير. حكومة فاشلة، حكومة مية عراقيين إيرانيين، والله يا أخي ما بهم عراقي. إيرانيين وإيران تنفذ عليهم يطبقون بس. جابت أمريكا علينا جماعتهم من وين اللخيمة اللخيمة جابت سوته. أبوس قائد وكلها دكاترة ما شاء الله، أريد أن مضمد بهم كلها دكاترة مهندسين دكاترة. نعم. وعن استجد ماكو شيء. بس سوالف. نعم أبو أحمد. الحكومة ما وراها شيء، هم شد الخريجين يتعينون وين يتعينون كذي.
كم من مدرسه يدرس بالبيت؟ ماكو يعني، حتى العالم بطلت ما عاد تدرس. نعم. فاشلين الحكومه لما تقوم عليهم ثوره، عارف من الشمال الى الجنوب تسقطهم هذول ما يفيد بهم. أنا أشكرك أبو أحمد من الموصل، كان معنا مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم ملفات هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. ذكرته وما بي عندنا امكانيات شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله، الحمد لله لك الحمد، الحمد لله. لا بيسمعني ده. أخاف عمو، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، محمد رسول الله. الله يرضى عليك. هلق نرجع من عيد ومنكرر انه فعلا ما لنا غير الله، بكل ظروفنا صعبة ما حدا وقفنا. أهلا بكم من جديد. يستذكر العراقيون في كل عام ما يسمونه باليوم الأسود، حين كشر الليل عن أنيابه للأطفال والنساء والطاعنين في السن قبل بزوغ أولى خيوط الشمس عند الساعة 4:30 فجر يوم الثلاثاء 13 من شباط عام 1991، إذ قصفت مقاتلتان أمريكيتان أحد الملاجئ في حي العامرية وسط العاصمة بغداد، وسط غربي العاصمة بغداد، ولم ينجو من الملجأ سوى 9 أشخاص، فقد تحول بفعل صاروخين ذكيين لطائرة أمريكية إلى فرن تفحم داخله أكثر من 400 شخص. تفحموا أكثر من 400 شخص، وأصاب الصاروخ الأول المصنوع خصيصا لاختراق الجدران الإسمنتية سقف الملجأ، فتسبب بإغلاق بواباته الفولاذية، ثم تبعه صاروخ ثان حول الملجأ إلى فرن صهر أجساد العائلات التي كانت تحتمي داخله. دعونا نستعرض سويا عددا من التغريدات على وسم ملجأ العامرية الذي تصدر الترند في العراق. يقول الصحفي العراقي عثمان المختار: بمثل هذه الساعات عام 1991 الطيران الأمريكي يرتكب مذبحة ملجأ العامرية غربي بغداد، واستشهد أكثر من 400 مدني بينهم 261 امرأة و52 طفلا بقصف الملجأ المدني. عقبها بيوم واحد مجزرة ثانية
إذ قصفت طائرات أمريكية سوقا شعبيا وسط الفلوجة استشهد فيه عشرات المدنيين. بهاء خليل يقول: جريمة ملجأ العامرية لا تنسى بالتقادم، ومهما طال الزمن سيبقى كل عراقي يتذكر صرخات الأطفال والنار تحرق أجسادهم داخل ملجأ مدني عام 91. يقول: جريمة ستبقى وصمة عار في جبين أمريكا وجبين كل من سكت عن حق الشهداء. ذكرى محمد نادر تقول: هذه ليست لوحة سريالية، الأكف المطبوعة على جدران ملجأ العامرية كانت نداء استغاثة أخيرة لم يصل لإسماع العالم، شهقة وطن ما زال يذبح. تقول: الحقيقة ليست جذابة، فالعالم ما زال يصفق للقتلة. زينب محمد تقول: ملجأ العامرية في مثل هذا اليوم فجر 91 قصفت الولايات المتحدة ملجأ مدنيا في بغداد احتمى فيه أكثر من 400 شخص بطائرات تحمل قنابل ذكية، غالبيتهم نساء وأطفال، مما أدى إلى استشهادهم جميعا بعد 42 عاما لم يحاكم أي من القتلة، ونحن العراقيون لن ننسى ولن نسامح. كانت مجزرة مروعة في وقتها، ما زالت عالقة في أذهان من عايشوها وفي أذهان الأجيال السابقة أو اللاحقة. معنا اتصال أبو أحمد من بغداد، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أهلا أخوي أستاذ عمر. يا أهلا بك، حياك الله. الله يرضى عنك. بالنسبة على موضوع العفو العام، يعني نعم. العالم مثل النايم بالسجن شنو ذنب؟ نعم. بعدين هم لا يريدون يطلعون عفو، من يطلعون دول جماعة الحشيشة والمخدرات. نعم. وهاي الناس اللي دافعت على بلدها نايمة، يعني مو هم يحكون بالمقاومة، وقالت المقاومة، مو قالوا هم المقاومة الصحيح اللي قاوموا، والأمريكان المحتلين. نعم. ما عندهم شيء، ما عليهم مشتكي يطلعهم. ومسكين علي بالله هذا واحد آخر، أما الماء علي مشتكي شكم نيميهم من 2006 ومن 2005، يعني تقول دول وراهم عوائل أطفالهم، يعني زين الفتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم من قلهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ نعم. أعفوا أصبحوا افتحوا ورقة جديدة، شلون تريدون نظفوا قلوبكم من الحقد والغل هذا؟ نعم. أما العالم خطيه، يعني أطفاله وأمه وأبوه شنو ذنبه من ذاك اليوم لليوم؟ زين؟ نعم. ونقول ماكو غير الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله، ونعم بالله. أشكرك أبو أحمد من بغداد. أبو سمية من الأنبار، تفضل أبو سمية. دقيقة لو سمحت. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي باختصار، جريمة العامرية ليست غريبة على عدو غاشم، هو كان العدو الإرهابي الأول الذي نفذ أول جريمة إرهابية في التاريخ عندما قصف جزيرتي ناغازاكي وهيروشيما في اليابان. مختصر مفيد، هذه الجريمة يتذكرها كل عراقي شريف، لكن أتحدى هذه الحكومة القابعة في المنطقة الخضراء أن تتجرأ وتقول لأمريكا بأن هذه جريمة ضد الإنسانية، لأن الأبرياء في عهد نظام كذا ليسوا أبرياء، لكن الأبرياء في عهد نظام آخر يعتبرون أبرياء وقتلهم جريمة، فهذه ازدواجية، لكن دم الشهيد لا ينسى. وشكرا. شكرا أبو سمية من الأنبار كان معنا. طبعا حول ذكرى مجزرة ملجأ العامرية عد قسم التواصل الاجتماعي انفجرافيك حول هذه الذكرى 32 لفاجعة القصف الأمريكي لملجأ العامرية بقنبلتين ذكيتين. دعونا نتابع هذا الانفجرافيك.
وإلى هنا نصل إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.